وتفاصيل أكثر حول زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله إلى الصين يطلعنا عليها موفد مركز الأخبار حميد الزعابي. نعم زملائي، أنا تواجد حاليا هنا في قصر الشعب الرئاسي في الصين، حيث عقدت مراسم الاستقبال الرسمية مع وصول سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله بحضور الرئيس الصيني. هذه الزيارة تحمل مرحلة جديدة من العلاقات بين البلدين، حقيقة لقاءات وجلسات من المباحثات الثنائية بدأت اليوم وستستمر حتى الغد، وحسب ما يتم تناقله هنا في المحيط الإعلامي يتوقع أن يتم توقيع أكثر من 30 اتفاقية بين البلدين في عدد من المجالات الحيوية، لا سيما الاقتصادية والتجارية ومجال الطاقة والتعليم. كذلك على هامش هذه الزيارة شارك صباح اليوم سيدي سمو رئيس الدولة في الاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون العربي الصيني. كانت كلمة سيدي صاحب السمو رئيس الدولة قد أكد فيها على أهمية العمل العربي الصيني المشترك بجانب الجهود الدولية من أجل الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة وحماية المدنيين هناك. كذلك أود أن أشير أن الاجتماع الوزاري الذي حضره عدد من قادة الدول العربية أكدوا فيه على أهمية التحرك العربي الصيني كذلك تجاه استقرار الشرق الأوسط والوقف الفوري لإطلاق النار في غزة وحل الدولتين. طبعا الزيارة واللقاءات الثنائية لسمو رئيس الدولة مستمرة حتى يوم الغد كما ذكرت، بهدف زيادة حجم الشراكة والتكامل مع هذا العملاق الأسيوي الذي يعتبر اليوم أكبر القوى الصاعدة في العالم. أخيرا الإمارات والصين تعيشان حقبة ذهبية ومميزة من علاقات التعاون نحو مستقبل واعد. هذا ما لدي حتى اللحظة، الكلمة والصورة تعود لكم زملائي في الاستوديو. حميد الزعابي موفدنا إلى الصين، شكرا جزيلا لك.